السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مقطع اليوم من مقاطع تعلم اللغة الإنجليزية، ومعكم أخوكم الأستاذ محمد أبو كيل. اليوم إن شاء الله بنروح نستعرض جزئية مهمة جدا، وهي أن هناك بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية يطلق عليها هوموفونز. هوموفونز يعني كلمات لها نفس النطق ولكن تختلف في الكتابة، في سبيلينج، وكمان في المعنى. مجموعة اليوم عندي دير ودير، دير بمعنى غزال ودير بمعنى عزيزي، فلاور وفلاور، فلاور بمعنى طحين أو دقيق، وفلاور بمعنى وردة أو زهرة. عندي ميت، ميت بمعنى يقابل، وميت الثانية ميت بمعنى لحم. عندي كمان وير، وير أداة استفهام بمعنى أين للمكان، وير وير بمعنى يلبس أو يرتدي. يبقى الكلمات اللي استمعنا لها اليوم عبارة عن هوموفونز. هوموفونز كلمات لها نفس النطق ولكن تختلف في الحروف وتختلف كمان في المعنى، في اختلاف في السبيلينج وفي اختلاف في المينينج أيضا. دي بتساعدني على الحفظ السريع للكلمات بشكل كثير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.